بين الحرارة. هذه كيف نحيها؟ هذه كامل الهواء كامل يدخل للسيارة. ما نظنش. ايه كيف ما تظنش؟ ما تسخنش معايا. لا لسنا حمابول. توصل معنا ولسنا حمابول. توصل معي ماكسيموم 90. ياسر اللي خدمها مابول. اللي خلق السيارة ودار هذه. ما يقدرش. تعرف خير منه انت؟ حتى هذه من بعد انا بدي قصها من هنا. نروح فيها لهنا. هذه الحيون. هذه بنحط بدلها شبك. وشبك. ايه. في مثل الأرحس. في مهارة كبيرة. ايوه هذيك كبيرة. هذا نوفو. ايوه هذه هي. بتاعنا صغيرة. ايه بدنا نكبرها كلها. هذه هي. تمشي مليحة على بس عليها. داها طفل وقيلة ما عرفتش مخبطها ولا عاد تسيح الزيت. مالا فزدت. ما تسيح الزيت. مالك معاها من الأخرى. هذه كيما يجيها. كيما يجيها. ثلاث خمسات. نحن عم نعمل رياضة السيارات بقلب الجزائر، عم نروح عبر الولايات، واليوم نحن مجتمعين بولاية ترمسان. الهدف من هذا الموضوع انه نحبب الناس برياضة السيارات، ومن أرجي الناس نحن شو بنعمل بكل ولاية كل أسبوع أو كل شهر من أسس هذا الشيء عبر ولاية أو أي شيء بنجتمع كلنا سوا، وبنفس الوقت من أرجي الرياضة الميكانيكية للشعب لكل المواطنين. واهم شيء ان احنا بنقول سلامه الطريق، انتبهوا على الطريق، ما تحملوا تليفونات، وبنحبب الناس بالولايات بين بعضنا، وين بنروح وين بنجي بنرجي الناس نحن شو بنعمل، وبنعلم الناس كمان تبادل المعلومات الميكانيكيه، تبادل المعلومات كيف بتزين السياره، اكسسوار، بنتعرف اكثر. بنتمنى من السلطات المعنيه بقلب الجزائر والاشخاص والجمعيات اللي مسؤولين بقلب وطن الجزائري، نتمنى انه يساعدونا ويعاونونا ماديا معنويا، يقوونا على هذا الشيء ويقووا على كل شيء بتخص رياضه السيارات او رياضات اخرى. ونحن عندنا الجروب تبعنا اسمه بيجو 206 كلوب الجيريا، اللي هو عم نبلش ناسس فيه ان شاء الله، وان شاء الله على تقدم باذن الله. والموقع تاعنا الالكتروني هو بيجو 206 كلوب الجيريا او لبناني عاشق الجزائر. تحياتي ليكم، ربي يحفظكم ان شاء الله، فيكم الخير والبركه، وتحيه الجزائر وتحيه كل ولاياتها وكل شعبها الغالي والعزيز.